ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض بقسومات القمر دوت، زي ما انت شايفه كده تبارك الله، لسه سخن في ايدي اهو، شايفين ما شاء الله مفرغ وعامل ازاي، احلى من بتاع الافران 100 مره. يلا بينا على المقادير عشان نشوف احنا عملناه ازاي، تحفه جدا جدا جدا. عايز كوبايه شاي بلبن بقى، ويلا بينا. حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه؟ هنعمل شويه بقسومات كده. انتوا عارفين كل حاجه غليت، اعملي كل حاجه في البيت انضف واحسن وهتبقى ارخص. احنا هنعوز ايه للبقسومات النهارده؟ طبعا عاوزه اشكر كل حد بيساعدني وكل حد بيحضر لي، مشكورين جدا جدا جدا، التعاون حلو جدا والدعم بالدعم. طبعا هنتكلم بقى على المقادير بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو دقيق اهوت، وعليه نص معلقه ملح كده بالشكل دوت. هحط عليه ايه تاني؟ هحط عليه معلقه مسح كده بيكنج باودر. تمام. معايا هنا كوبايه ميه دافيه عشان نخمر الخميره بتاعتنا بقى، معلقه ميه دافيه وعليها معلقه ونص سكر، وكمان معلقه خميره فوريه او قطعه خميره اللي هي الطازه، قطعه خميره طازه. تمام كده. طبعا هدوب الاثنين دول كده مع بعض عشان الخميره بتاعتي ايه، نبات الخميره بتاعتي ينتشر ويعلى معايا. فهدوب ايه الخميره مع السكر كده بالشكل دوت، وهحط لهم شويه دقيق، قيمه معلقتين دقيق كده بالبركه كده، ببركه ربنا كده، وهتركهم ربع ساعه وهنشوف هنحط ايه تاني على الدقيق بتاعنا. طبعا لو عايزه تحطي اي منكهات على الدقيق، حطي كمون، حطي ينسون وشمر اللي انت عايزاه. تمام. انت طبعا ايه دي لعبتك انت بقى، المنكهات دي مش عايزه تحطي خالص طبعا براحتك. انا هعجن على ايديا رغم ان في عجان اهو، علشان اللي ما عندوش عجان ما يقولش ايه دي عجنه في العجان. تمام. اجيب بقى مضرب كده احسن، مضرب يدوي، مضرب يدوي علشان الكلكعه دي ايه تروح خالص، وكمان ادوب السكر كويس قوي. تمام كده. انا غطيت بقى شويه كده ربع ساعه كده على بال ما نحط بقيه المكونات بتاعتنا. سهل جدا يا جماعه البقسماط، جدا جدا. انا كنت عاملاه بس بدقيق بر على القناه اول ما فتحت، كنت عاملاه بدقيق بر، الدقيق الاسمر كان صحي يعني، بقسماط صحي. هغطي كده واركنه جانبا عشان نبات الخميره بتاعي يتفعل. ونشوف الخميره حطينا عليها طبعا ايه نص معلقه ملح، وحطينا عليها بيكنج باودر الدقيق بتاعنا. هنحط بقى ايه تاني؟ طبعا هنشيل بقى الحاجات اللي احنا استعملناها بعيد علشان ايه ما نتلخبطش. طبعا معايا السمسم اهوت، سمسم ابيض زي ما حضرتك شايفه كده، نشوف برده هنعمل فيه ايه عشان يثبت على البقسومات بتاعنا. ومعايا نص كوبايه زيت كده، شويه كده لما الخميره بتاعتنا تخمر هنرجع بقى ايه مع بعض تاني، يعني 10 دقايق كده. بس قبل ال 10 دقايق عايز اقول لك ان انا هحط كمون ناعم زي ما قلت لحضرتك كده، لو عايزه تحطي اي حاجه حطي. انا هحط كمون ناعم كده عشان يدي نكهه حلوه، معلقه كمون كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شايفه كده مش مفتوح الكمون، بيدي البقسماط طعم حلو جدا. لو عايزه تحطي طبعا ينسون حطي براحتك جدا. البرطمان عشان لسه مفتوح الجديد بتاع الكمون طبعا متكبس مش عايز ينزل، فانا بحاول طبعا افتحه اهو زي ما حضرتك شايفة. اللي عايز يحطه طبعا حصى يحط، بس الحصى بيبقى ظاهر كده عليه وبيبقى يعني شكله مش لطيف قوي يعني، فانا بحبس طبعا ان احنا نحط الناعم افضل، ريحته طبعا جميلة طلع عليا حلو قوي قوي. اللي عايز يعمل اي منكهات تانية طبعا يعمل زي ما بقول لحضرتك كده. يا رب يكون كل حاجة واضحة قدامك كده. 10 دقايق وهنرجع بعض مع بعض تاني عشان نكمل عجن البقسماط بتاعنا على بال ما الخميره بتاعتنا ايه تتفاعل شويه وتطلع. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك شايفة كده الخميرة ما شاء الله اتفعلت فقاقيع دي، يعني الخميرة صح وشغالة. هنعمل ايه تاني؟ هنحط نص كوباية الزيت بتاعتي بالشكل ده كده، وهندوب كل ده برضو كده تاني مع بعضه بالشكل ده كده، وهنزل بقى بالدقيق بتاعي شوية شوية. طبعا ده نص كيلو دقيق، والمقادير دي على قد نص كيلو دقيق اللي انا عملتها دي. طبعا شفتوا هعجن بايدي علشان ما يقولوش ايه احنا ما عندناش عجان، يعني ده عجينة وعمالة تعجن. لا، هنزل بشوية الدقيق دول كده ولم العجينة بتاعتي بالشكل ده كده، مفيش اسهل من كده. اعملي لولادك في البيت واشتغلي بحب عشان الحاجة تطلع جميلة. اهو زي ما حضرتك شايفة كده تبارك الله. نحط بقية الدقيق بتاعنا. طبعا انا خمرت الخميرة الاول كده علشان خاطر ايه هنشتغل فيها على طول مش هنركنها. انا دهنت الصاج بتاعي علشان خاطر ايه نرص فيه على طول. اهو اكمل بقى ايه عجن بايديا افضل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هلم العجين بتاعي هلمه شوية كده بقى مع نفسي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو، مش عايزاكم تزهقوا من الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده انا نزلت على المفرش العجينه بتاعتي كده عشان ايه اقعد الف واعجن فيها شويه كده بالشكل ده، ولمت وزي الفل اهيت. هسيبها بقى ايه 10 دقايق كده ترتاح واغطيها على بال ما نشوف هنعمل ايه في السمسم بتاعنا. احنا هنشتغل فيها على طول، اغطيها بس كده عشان ما تقشفش. بكيس هاتي كيس نضيف كده احطها عليها بالشكل ده كده، نركنها جانبا كده تريح. السمسم بتاعنا عشان يلزق على البقسماط لازم ننسمه بشوية مية. طبعا فرد العجين دوت في كذا طريقة لفرد العجين ومن غير يعني ما تبرمي البقسماط، لكن طبعا كلنا واخدين على اننا ايه نبرم. فطبعا هنسم السمسم بتاعنا كده بحوالي معلقتين مية عشان يلزق على البقسماط مش اكتر، يعني الميه عشان السمسم يلزق على البقسماط. اهو اقلبه كده مع بعضه طبعا البقسماط عشان تسويه له درجه حراره معينه، هو مش زي الكيكه ولا بقيه المعجنات. الكيك والمعجنات كل واحد فيهم بيعوز درجه حراره معينه، لكن البقسماط عايز درجه حراره اللي هيطلع بيها زي بتاع الفرن بالظبط ان شاء الله من الفرن بتاعك، وتاكلي اجمل بقسماط. خلاص كده هنبتدي بقى ايه في البقسماط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده وهاخد حته كده اللي انا ايه هشتغل لكم فيها في الاخر اوريكم الطريقه. طبعا هقطع البقسماط بتاعي اهو كده عشان تسهلي على نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت متقطعي بقى ايه قطع كده طولي على قد ايه البقسماطه اللي انتي عايزه تعمليها، كله يبقى مقاس واحد. حاولي قدر الامكان تعمليه كله مقاس واحد. هشتغل بقى ايه معاكوا عشان اكمل مع نفسي عشان ايه مش عايزه اطول عليكم الفيديو. طبعا بنمسك البقسماطه نعملها كده بالشكل ده كده، وبعدين تبرمي كده وتبرمي كده، وبعدين ايه تبداي تقفلي البقسماطه كويس قوي عشان ما تفتحش معاكي وبعدين تفتلي. اسم ده اسمه فتل البقسماط بالشكل ده كده.
وبعدين ما تتخنيهاش علشان خاطر لسه هتخمر. تمام. طبعا الصاج بتاعي مدهون. بصي تفتلي من بره من جوه من نص على بره بالشكل ده كده، وخلي بالك ان البقسماط بتاعي ايه لسه هيخمر. تمام. هاخدها احطها في السمسم بتاعي، اوريكي كل حاجه كده على الطبيعه، وهو بالشكل ده كده. واروح على فين؟ الصاج بتاعي اللي انا دهنيه، ارص البقسماط. طبعا الصاج بتاعي مدهون زيت زي ما حضرتك شايفه كده، وانا رصيت البقسماط بتاعي اهوت زي ما حضرتك شايفه كده. فيه نعمل كمان واحده عشان ايه تعرفوا البقسماط بتاعنا سهل جدا وبسيط، مش عايز تعقيد. وتجيبي جعلة دي كده تقفلي كويس وتفتليه من بره من جوه على بره بالشكل ده كده اهو. في اسهل من كده؟ عندنا بقسماط بقى ولا ما عندناش؟ ولسه ان شاء الله باذن الله نصلي على الرسول كده ربنا يحسن ختامه باذن الله ان شاء الله. احطها في السمسم واروح احطها فين؟ على الصاج. تمام اهي مليانه سمسم اهي وتحفه جدا. اروح اوديها على الصاج بتاعي. سهل كده. انا هكمل بقى مع نفسي وارجع لكم تاني. في كمان شكل بتاع الافران يا جماعه اهوت، يعني احنا عملنا دلوقتي اللي هو الطويل، في كمان اللي هو ايه المدور. سهل جدا جدا اهو نفس الطريقه، الزياده بس ان انت ايه بتبرميه وتدوري كده. البقسماط بقى بالشيء الفلاني دلوقتي اهو، اعمل كمان واحده قدام حبايبي اهو. طبعا بشكركم جدا اللي بيشوفني لاول مره، ما ينساش يشترك في القناه ويشرفني. ما تنسونيش طبعا وتشيروا الفيديو كتير عشان ينتشر. ربنا يعين بس يا رب على الايام اللي جايه دي اهو بالشكل ده كده. وتحطيها طبعا على القفله اللي احنا قافلينها دي، هي هنا وهنا سمسم اهو، هتحطيها على القفله. انا هكمل مع نفسي وارجع لكم. طبعا بعد ما خمر معايا بالشكل دوت، طبعا انا عملها طويل كده بالشكل دوت، عاوزين ايه؟ عاوزين نقسمه كده علشان ما تبقاش طويله قوي معانا. انا عاملاه طويل وقصده علشان اقسمه، انا مش لسه هقعد اقسم ومعايا هنا اتنين في الاخر برضو كده اهو، قسمتهم اهوت كده. بقى هبتدي اسخن الفرن، ما شاء الله خمر زي ما حضرتك شايفه كده. هبتدي اسخن الفرن على 160 درجه نار هاديه، مش زي الكيكه. البقسماط بيستوي على 160 170، طبعا بيستوي على نار هاديه 160 170. ان شاء الله باذن الله لما يطلع من الفرن هنشوفه مع بعض. يلا بينا، في انتظاركم بقى وانتظروني ان شاء الله، انتظروني. وبكده اكون خلصت البقسماط بتاعي زي ما حضرتك شايفه كده، شكل وطعم ولون في منتهى الجمال تحت وفوق زي ما انت شايفه كده على النار 160 درجه. طبعا كل واحد حسب فرنه، هدي الفرن على الاخر لان البقسماط عشان يقرمش وياخد الفوق اللون ده فوق وتحت بالشكل ده كده لازم يكون ايه النار هاديه. تمام كده. طبعا هو لسه انا مطلعاه من الفرن، بس عايزه اقول لك يعني بجد طعم تحفه جدا اهو. شايفين من جوه مفرغه عامل ازاي؟ طبعا هو لسه سخن في ايدي اهو ولكن مقرمش. عايز بقى كوبايه شاي بحليب بقى. تمام. قرمشه تجنن. شايفين الخمر بتاعه مفرغ من جوه ازاي؟ وشايفين اللون؟ بقسماط ده ولا مش بقسماط؟ اعمليه في البيت يا حبيبتي. ومن هنا المره الجايه اقول لكم دمتم سعداء ودمتم بألف خير. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ومن هنا المره الجايه هتوحشوني، ومع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيروا الفيديو كتير يا جماعه، ونعين بعض ونرفع بعض، ان شاء الله نكبر سوا باذن الله. مع الف سلامه. السلام عليكم.